ملابس بدون أزرار، يعني كل مقومات النجاح هي موجودة بيد السيد السوداني. أول مقوم هي الوفرة المالية التي تركها أو تركتها حكومة السيد الكاظمي، أكثر من 90 مليار دولار، وهذا المبلغ وهذا الخزين المالي لم يكن موجود طيلة الحكومات العراقية منذ تأسيسها عام 1921. ثانيا الاحتياط الذهب، أي وجود أكثر من 130 طن ذهب، هذا احتياط ثاني. وثالثا العراق قد انفتح على دول الإقليمية والعربية والدولية عندما نجح السيد الكاظمي، وهذا حتى خصوم الكاظمي قد اعترفوا وقد أشادوا بأن الكاظمي نجح في الملف الخارجي، لم ينجح أي رئيس حكومة لا قبل ولا بعد 2003. أما النقطة الأخرى، السيد السوداني الآن يمتلك كتلة نيابية كبيرة، هذه الكتلة تستطيع أن تمرر أي قانون أو أي قرار يرغب به السيد السوداني أو حكومة السوداني أن يمرره أو يتم التصويت عليه. المشكلة في الأنظمة التوافقية لا نستطيع أن نتفائل، لأننا جربنا منذ 2005 إلى هذه اللحظة الحكومات التوافقية تبحث عن مصالحها وعن مزايا، بالتالي دائما السياسة بدون أخلاق كالملابس بدون أزرار. يعني اليوم الحكومات التوافقية كأنما ملابس بدون يعني بدون غطاء أو بدون سحابات أو بدون أزرار. هذا ما كنا نائما نحذر ونؤيد الحكومة الأغلبية، لا نؤيد الحكومة التوافقية. وبالتالي عندما دعمنا مشروع الأغلبية عندما طرحه السيد الصدر، هذا حقيقة كنا نعول عليه. أما الحكومة التوافقية تقدم دعم للسيد السوداني، والسيد السوداني لا يستطيع أن يرضي الكل. إذا رضى الكل سيخسر الشارع العراقي، وإذا رضى الشارع العراقي سيفقد السلطة التشريعية أي الكتل السياسية، بالتالي سيضغطون عليه مثل ما ضغطوا على السيد الكاظمي. لم تمرر الموازنة أكثر من سنة ونصف، لم تشرع القوانين تصب في مصلحة الناس، بالتالي السيد السوداني لربما يستطيع أن يمسك العصا من الوسط، مرة يقنع أو يجامل الأحزاب، ومرة يقنع ويجامل الشارع العراقي وكل المقومات مثل ما قلت، خصوصا الوفرة المالية. نعم. تستطيع الحكومة أن تحقق إنجازات وخدمات خلال سنة واحدة ما لم تتحقق طيلة السنوات أو الحكومات السابقة.